السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا احنا أخذنا الفكرة على الراوترز، خلونا نجرب هالمرة على الكلاينت. بالنسبة للكلاينت أنا هستخدم أوبنتو وفيدورا مثل ما وضحناها بالمخطط الأول. لو نرجع على GNS3 نلاحظ أن فيدورا موجودة من ضمن الراوتر كركوك، وعدنا الأوبنتو موجودة من ضمن الراوتر أربيل. طيب بالحالة مفروض أنه هنا لاحظ هذا حتى تعمل له سيتنج بسيط جدا، يعني لاحظ أنا كل اللي عملته أنه أنا عملت أوبنتو، عملت فيدورا عفوا بالسيتنج. كل اللي أحتاج أنه أذهب للنيتورك، في النيتورك أختار النيتورك نفسها اللي مربوط من هذا فيدورا، المربوط مع من؟ مع كركوك، راوتر كركوك. لاحظ نت 5، لاحظ هنا أنا كركوك مفروض عنده أحد البورتات نت 5، تمام؟ حتى تعمل هذه الإعدادات كيف تعملها؟ بس مجرد تذهب للفايل بريفرنسز، تذهب للنيتورك، من النيتورك للهوست أونلي، وتصنع هذولا، تمام؟ لاحظ الخمسة بيك شكل، لاحظ بيك شكل، نفس الشيء بالنسبة للباقي، أوكي؟ منها تعمل لك add، أوكي؟ ضاف لك، وتعمل له modify، وتبدي تغيرها وتفعل الـ DHCP as you like. طيب، هذا بالنسبة للإعدادات. الآن أنت عندك الفيدورا موجود وعندك الأوبنتو موجود. بالنسبة لمستخدمين اللينكس اتأكد من أنه أنت موقف الفايروال، موقف الفايروال وموقف السي اي لينكس، هل اثنين الكوماندز أنت تحتاجهم بالروت طبعا. طيب بالنسبة للويندوز ما عندك مشاكل، هنا أنت تيجي تعمل محمد، أوكي خلينا نفتح التيرمينال. هذا مربوط أوبنتو، معنا مربوط مع أربيل اي اف كونفيج. ألاحظ أنه هذا الرينج هو بهذا الشكل. لو أجينا على الفيدورا، خلونا نشوف الفيدورا من أي رينج. IF config اللي هو من رينج الخمسة، ألاحظ هنا مختلف. إذن خلونا نجرب نعمل ping من فيدورا إلى من أوبنتو إلى فيدورا، بمعنى من أوبنتو حنعمل ping إلى فيدورا. خلونا نجرب، مفروض يشتغل، إحنا عرفنا الرواتر ping 10.5.0.105 I think 105، تمام. إذا هنا عملت enter، that's it، أنا عندي ping، تمام 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 تمام. أوكي هنا نعمل control C، خلونا نجرب العكس vice versa. هذا 102، إذا ping 10.0.0.102، that's it، تمام ممتاز. إذا احنا بالطرفين عدنا بينج، قدرنا نعمل بينج من هذا من طرف الكلاينت لكركوك للأربيل، ونفس الحالة من أربيل إلى كركوك. فإذا هاي الدياجرام البسيط، طبعا مبدئيا احنا نتعامل مع دياجرام بسيط في البداية بس حتى تأخذ الفكرة، بعد ذلك ننتقل بالدرس القادم إن شاء الله للدياجرام معقد أكثر، أوكي؟ ندخل على دياجرامات معقدة أكثر ونبنيها إن شاء الله. تكون الفكرة وضحت، لهنا نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامة.